مع السلامة يا بوحة. مع السلامة يا فيديو جديد غريب مريب، اول مره نطلع عند الحمام في الوقت اللي زي دوت. الفيديو بتاعنا كله مفاجآت، وده اول مفاجاه معانا. جوز الحمام ده هيكون من نصيب حد من لحظه واحده نرجع نكمل كلام. جوز الحمام ده هيكون من نصيب حد من المتابعين معانا، والشروط هقول لك عليها في قلب الفيديو علشان الشروط هتكون على كومنتات الفيديو ده. انت في ايه يا ابني؟ خلاص ندخل الحمام دلوقتي وتعالى نكمل الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع الحمام. طب يلا بينا. طالعين في ميعاد غامض، وقت ما بيتحركش فيه على السطح غير كل عرسه وكل فار وكل بومه نازله تخطف اكل لعيالها من اي صاحب عشه غلبان. علشان كده هنبدا فيديو النهارده بعمل خير. العمل الخير اللي معانا النهارده ان جوز الحمام دلوقتي هديه لاحد المتابعين. طيب احنا بناء على ايه هنختار احد المتابعين؟ بقى صديق الفيديو ده هينزل عندي على الفيس وهينزل على اليوتيوب. معانا جوز عزاز هندي، بسم الله ما شاء الله، حاجات من الغاليين على قلبي، وعلشان انتوا كمان غاليين علينا فالجوز دلوقتي هيبقوا لاحد المتابعين. طيب بناء على ايه بقى هنختار احد المتابعين؟ اللي هيتم اختياره اللي يكسب الجوز دولت، ولا احنا هنختاره بالسن، ولا هنختاره ولد او بنت، ولا هنختاره كبير ولا صغير. احنا هنختار اكتر كومنت عليه تفاعل على الفيديو، يعني اكتر كومنت هيجمع لايكات هو ده اللي هيكسب معانا الجوز. اللي هبل ده. طب ما هو ينزل على الفيس وينزل على اليوتيوب. طب ما انت كده ايه، هتطلع جوزين بقى ولا ايه؟ شوف كده عندك في هنا في جوزين، نخليهم جوزين وخلاص. انا والله بادئ الفيديو وعامل حسابي على جوز واحد. بس لا، ما انت عندك هنا وهنا، لازم ترضي الطرفين. طب بص يا صديقي، احنا ممكن نرضي الطرفين ونعمل هديه جوزين مش جوز واحد. جوز العزاز الهندي اللي انت شفته دولت، والجوز التاني اللي معاهم جوه في السلاجه. طيب واكتر كومنت عليه تفاعل زي ما قلت لك هو ده اللي هيكسب معانا الجوز. معاك فرصتين، فرصه انك تخش تكلم اصحابك وتخليهم يعملوا لك تفاعلات على الكومنت بتاعك اللي على الفيس، وفرصه انك لو ما لحقتش على الفيس مثلا، بما ان الفيس بيبقى عليه كميه ناس كبيره وكده، انك تخش في المداري شويه في اليوتيوب وتخلي اصحابك يعملوا لك تفاعلات على الكومنت بتاعك. ومعاك من النهارده لحد يوم الجمعه الجايه. النهارده التاريخ ايه بالظبط؟ طيب احنا النهارده السبت 15 يوليو، يعني الحد 16، الاثنين 17، الثلاث 18، الاربع 19، الخميس 20، الجمعه 21. 21 احنا في شهر ايه؟ ايه ده؟ 7. انا جاي من كوكب تاني ليه كده؟ 21/7 هنصحى من النوم، نفتح التليفونات بتاعتنا، نفتح الفيس، نشوف اكتر كومنت عليه تفاعلات، هو ده اللي هيكون كسب معانا جوز عزاز هندي. بعد ما نخلص طرقتنا ان شاء الله على الفيس، او ممكن العكس صحيح، هندخل عندنا على اليوتيوب هنشوف اكتر كومنت عليه تفاعلات، وده هيكون كسب معانا الجوز التاني من الهزاز الهندي برضه، بس لو هو الغالي على قلبي شويه الهزاز الهندي. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لينك الانستا عندك تحت في اول كومنت، وان الدنيا هناك سدح مدح والدنيا خرابه وعايزين نعمرها. ولا محتاج اقول لك انك هتلاقي جميع لينكات منصاتي عندك تحت في الكومنتات، وان اظن عيب قوي لما تكسب معايا وانت سايبني في بقيه المنصات واقف لوحدي. جميع منصات الا اشترك عليها. انت اشتريتنا بجوز الحمام ولا حاجه يا ابني؟ يلا بينا نبدا بقى فكره الفيديو بتاعنا، ان احنا نطلع للحمام بالليل وهنطلع البرج. طبعا الحمام اللي هنا على السطح كله نور، والحمام منور والحته منوره باهلها، فمش مستدعي حاجه، يعني مفيش هنا خطر قد كده، مفيش عرسه هتعدي او بومه هتعدي. ولكن ممكن نطلع فوق في البرج بقى الوقت نحاول نصطاد عرسه، بومه، صقر، او على حسب ما نلاقي، ويا رب ما نلاقيش حاجه خالص وربنا يبعدهم عننا يعني. تعالوا نطلع ونشوف، ويلا بينا. امسك يالا، امسك يالا. اول جوز متسولين بيت اللي بره. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتك خلاص، مش هتهربي، مفيش مجال للهرب. اهو امسك لي البومه دي، امسك لي. طب العرسه دي، طب اي حاجه. سلم نفسك، المكان كله محاصر، سلم نفسك. ايه مفيش حاجه محترمين النهارده ولا ايه؟ مفيش. يا ولاد الايه، مات امتى ده؟ طب لسه حاجه موجوده في قلب العيون؟ في بومة او في اي حاجة فهتبقى لسه موجودة. اهم حاجة محدش يخاف يا جماعة، محدش يخاف، احنا هندور وبقلب جريء. يا بومة شفتش بومة عدت من هنا؟ مفيش حاجة عدت من هنا اخ وانت واقف. طب انت سليم انت واخواتك؟ ما هي اكيد متدارية هنا ولا هنا. انت عايش يا ابني ولا مفارق الحياة؟ تعالى كده. عايش الحمد لله. طيب الحمد لله لقينا واحد عايش. والفرد الغريب اللي كان تقيل ده ما جاش بات معاكم اولاد بالمرة؟ نطمن عليه يعني، نشوفه برضه. مفيش
حاجة غريبة كده ولا كده؟ يعني لو مش هنطلع بصقور وبوم نطلع بحمام، تبقى اي حاجة يعني بدل الطلعة متأخر كده والمغامرة والبتاع والموسيقى يعني احنا عايشين الجو برضو، يبقى طلعنا بأي حاجة كده. فيش ولا فرد غريب ولا الهوا. لا مش مطمن برضو، انا مش مطمن. تلاقي ما في الضلمة دي ازاي؟ احنا لازم نلفهم عين عين. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك يال، امسك يال. خد يا ولد، هات حاجه من الناحيه الثانيه اهو. خد يا ولد، امسك انت من هنا. لا حاجه على من هنا، انت اللي بتمسكني انا. هات كده، انت واقف تتفرج عليا يا اخرب. امسك كده يا اس. طب راحت فين؟ جرتنا اهو. وانت طالع معاه تتفرج عشان تقول لي جرتنا اهو. تضيعت يا ابن الفرصة يا ابن عايز انت عايز حمام. عايز حمام ايه يا عم؟ انا كنت طالع عايز عرس، لما ما لقيتش قلت عايز حمام. يا بنت الايه، طب كانت مستخبيه فين؟ طيب هي على فكره هتلاقيها اللي موت الزغلول ده اهو. كانت مستخبيه فين؟ هي طالعه من النار. طب لسه في حاجه؟ انا شامم ريحه حاجه ميته. انت صاحي يا ابني؟ اخرج شوفها في بلكونه البرج كده، افتح ازاي من غير النور؟ افتح بس بلا نور بلا بتاع، المكان منور بقى. اخرج اخرج من السبتها لي تجري، ضيعت علينا فرصة العمر. ده يومين كمان وهتخلص على حمامي خالص، يومين كمان ومش هلاقي حمام في البرج. يا بنت الايه، تجري ماشي. لنا لقاء اخر، تعال اما ندور، يمكن العيلة يمكن بقيت عيلتها جوه ولا حاجة. لنا لقاء اخر، احنا عرفناك بقى خلاص. حياة امك ما هسيبك يا غيري. دخلت من ايه؟ هي عدت من حتة، منها عدت من الخشب. الخشب ده عايز سلك. احنا جامدين قوي، واي عرسة هتطلع احنا قاعدين مستعدين لها. اي حاجة تطلع بس انتوا حرين، مش هنتفلت من تحت ايدنا ان شاء الله. يعني احنا قاعدين لكم للصبح. مفيش حاجة؟ يعني ايه ما عادش حاجة؟ يعني ايه؟ يعني اليوم باظ؟ طلعنا على الفاضي كده النهاردة خلاص؟ العرسة كشفتنا؟ طب يا جماعة الظاهر كده ان احنا خلاص اتكشفنا النهاردة، فلينا يوم تاني معاه. نعمل ايه؟ كشفتنا خلاص، لينا يوم تاني لحد، مش هنسيبها لحد ما تمسكها نبص نعلقها على باب البرج من هنا. لله الامر من قبل.